أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء أن طرح شركة أرامكو سيبدأ في العام 2018، مشيرا إلى أن التفاصيل ما زالت قيد البحث، متوقعا أن يصل تقييم الشركة إلى أكثر من تريليوني دولار، وأن الشركة ستثبت نفسها على أرض الواقع يوم طرحها. وأكد سمو ولي العهد أن سوق النفط تستوعب فائض النفط الصخري، وأن المملكة قادرة على استعادة زمام الأمور مجددا. وفيما يتعلق بالأزمة مع قطر، أكد الأمير محمد بن سلمان أن مشكلة قطر صغيرة جدا جدا جدا. وفيما يتعلق بالحرب في اليمن، أشار سمو ولي العهد إلى أن حرب اليمن ستستمر لمنع تحول الحوثي لحزب الله آخر على حدود المملكة. ولي العهد، أرامكو ستثبت نفسها على أرض الواقع في يوم الطرح.